السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعجيجا وبالضبط في بلدية العوانة اللي نقف على آخر الأشغال أنت الحديقة العمومية الجديدة التي تطل على ميناء العوانة ولا ساحل العوانة. هذه الحديقة التي تعد ب يعني مستوى رائع حيث أنها مطلة على البحر وتقع على مدرج يعني فيه تدرج في المسطحات التي تم تهيئتها، زائد جهة فيها غابة. إذن إن شاء الله الحديقة هذه يتم تهيئتها بمقاييس علمية وعالمية، ويتم مراعاة الإتقان في العمل واختيار المواد المستعملة الجيدة. إذن نترككم تتابعون إذن آخر أشغال تهيئة مستوى تقدم الأشغال بهذا المشروع إذن الجميل في بلدية العوانة، والسلام عليكم.